انترفيو. عودة من جديد لمواصلة الموعد معاكم من استوديوهاتنا المركزية في كسب خاسة فهم. تحية الوسيم بالعربي اللي رافقنا في حوارات يومية تيلت أيام الصالون التونسي الليبي في مدينة مصراتة الليبية. كما قلنا نهار الأربعاء باش يكون جورني سبيسيال في بخصوص ليبيا، العلاقات التونسية الليبية اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ثقافيا، باش نرجعوا لكل ما يتعلق بالعلاقات هذه وإمكانية خلينا نقولوا تثمين هالعلاقات هذه في تطوير زوز بلدان هذوما اللي تجمعهم عديد نقاط اللي يشتركوا فيها. احنا مازلنا نواصلوا معاكم حوارنا تسويت مع عميد المهندسين التونسيين سي كمال صحنون. باش نرجعوا على حلقه النقاش اللي قامت بها العماده البارح حول قانون الماليه لسنه 2023 تحت عنوان الواقع والافاق وحتميه الانعاش الاقتصادي. حضروه عدد من الخبراء الاقتصاديين اللي تحدثوا وقدموا تفاصيل حول قانون المالية، قراءته وإمكانية تطبيقه في الواقع في علاقة بقطاع الهندسة والمهندسين وفي علاقة حتى بالواقع الاقتصادي والمالي للبلاد. معنا مباشرة سي كمال صحنون، صباح النور، أهلا وسهلا سيد العميد. صباح الخير يا أسامة، بارك الله فيك على الاستضافة وشكرا لإكسبريس أسام لتناول هالمواضيع اللي ذات عبرة اقتصادية وتنموية وتبعد برشا عن المواضيع متاع البلاتوات متاع العرك والمعروك واللي ما تفيد تونس في حد شيء. مرحبا يا سيد العميد، شكرا ليك سيدي. ندوة اقتصادية، حلقة نقاش تحدثتوا فيها على أهم إجراءات قانون المالية لسنة 2023، على واقع وآفاق حتمية الإنعاش الاقتصادي. واقع اليوم قانون المالية 2023 دخل حيز التنفيذ والنفاذ سيد العميد، لكن القانون هذا كنت عبرت على مجموعة نقاط تحترز عليها في القانون هذا كمهندسين. البارح الخبراء الاقتصاديين تناولوا بالنقاش مجموعة النقاط هذه وتقديرهم أنه خلينا نقولوا صعيب برشا تطبيق هالنقاط هذه المتعلقة خاصة بعمل المهندسين، على اعتبار وأنه واقعيا صعيب تنفيذها في الواقع. تقييمكم للنقاط هذه في علاقة بعمل المهندسين اليوم ومن بعد التحليل اللي قدمه الخبراء الاقتصاديين. شكرا يا أسامة. بون احنا المهندسين يقول قايش مدخلنا نحكيو على قانون الميزانية. اي والله سؤال ديما مطروح هذه، يقول لك ايش مدخلكم انتم خبراء. اهم الخدمة نتاعنا احنا يعني في السنتر معناتها فوكيوس نتاعنا لسبب بسيط. لانه كما تعرفوا المهندسين هما يخلقوا في الثروة، هما يخدموا على التنمية، هما يعني الأساس متاع الاقتصاد بصفة، ركيزة الاقتصاد بصفة عامة. وهالاقتصاد هذايا والتنمية هذه راك ما تنجم تبلورها إلا بالسياسات متاع الحكومة اللي تظهر في وسط الميزانية وفي وسط قانون الميزانية. دونك هيك علاش احنا تناولنا الجانب هذايا باش نرى شنو تأثيراته على التشغيل، على التنمية، على هكا الشباب الهندسي اللي أنا يعني عندي 70% من المهندسين راهم عمرهم تحت 40 سنة، هما شباب هندسي. احنا توا سنتين وإحنا نجري ونجريو على هالشباب ونحسسوا فيه، نقولوا له نقاطش الخدمة في الإدارة التونسية. راهي الخدمة ولات في المبادرات الخاصة، في كيفاش تمشي تعمل الستارت اب بتاعك، ومن لا شيء تنجم تولي حاجة كبيرة، والأمثلة عديدة وعديدة في ذلك. لكن باش تطبق هذا يلزمك مناخ متاع استثمار، مناخ متاع تنمية سائد في البلاد اللي يشجعوا على ذلك، مش أنه اللي يفددوا من البلاد هذه وتخليه في الأخر يهرب. وستارت اب نتاعه اكبر دليل على ذلك الاسبوع اللي فاتت خرج في الاعلام انه زوز توانسه من تطاويل عملوا ستارت اب بتاعهم، جاوا ينفذوها في تونس، قعدوا سنتين ولا قداش هما يتعاركوا هما والاوراق، وفي الاخير مشاو لندرا عملوها في لندرا، وتو باعوا ستارت اب بتاعهم بعد 4 ولا 5 سنوات الى شركه دوليه وباعوها بقد ميزانيه تونس. فهمتني ولا؟ يعني هيك المداخيل هيك هما اللي باعوها قد ميزانيه تونس كانوا يجموا يعملوا في تطاويل، ما عملوش في تطاوين، سلموا في تطاوين في تونس كامله ومشاو للخارج. علاش؟ لانه المناخ نتاع الاستثمار موجود غادي وما هوش موجود هنا. هما مطالبين حتى شيء،
كان تعينهم وما تفددهمش في الأوراق وفيها المعطيات الإدارية وفيها الحكايات الكل، فهمتني ولا؟ دونك احنا كيف الامس تناولنا المواضيع هذه من غير شك من جانب بيان سير نقدي وبناء، احنا جايين باش لغايه سياسيه معينه، يعني نراو نسبه النمو في الميزانيه هذه نلقاوها. دونك انا قلت هو هذا الجانب الاول، سامحني نكمل الغايه الثانيه علاش نعملوا في الميزانيه. الجانب الثاني شنو تاثيراته على مكاتب الدراسات هالميزانيه هذه والمهندسين المستشارين ولي توبوغراف وغيرها. دونك هذو هما اللي تناولهم. دونك بالنسبه للجانب الاول نلقاو في الميزانيه نسبه النمو 1.8%، وهذه نسبه ضعيفه جدا، ما تنجمش تعمل لك لا تشغيل لا تنجم تعمل لك حتى شيء. كيف نجيو نراو رقم اخر الايام تذكر ميزانيه الاستثمار، يعني اللي باش نعملوا بها التنميه، هي 3.1 يعني فوق 3% بشوية، بينما منذ 5 سنوات يعني في 2018 كانت 27%. يعني ميزانية الاستثمار هبطت من 27 إلى 3% في ظرف 5 سنوات. يعني بصفة عامة الميزانية هذه ما هيش ميزانية اللي ماشي تحلك الأبواب لا للتشغيل لا للاستثمار ولا باش تجم تعمل المناخ الاستثماري لك الشباب بتاع الهندسي ولا اي شباب كان باش يعمل لي ستارت اب وغيره وغيره. هذا كيف نقولوه للشباب كيف كيف للمؤسسات بصفه عامه. دونك هذايا هذو مرقبين يفهموك شنو وضعيه تونس نهار اليوم. احنا رانا نتفهموا نعرفوا انه واقع العالم صعيب ياسر في الفترة هذه، خارجين من حرب أوكرانيا، خارجين من وما زالت ما كملتش، خارجين من الكوفيد وإلى آخره. نعرفوا الوضع العالم كامل صعيب، معناتها ما هياش تونس استثناء به، لكن ونعرفوا وضع البلاد أصعب وأصعب. دونك احنا يلزمنا نعملوا اجراءات في الميزانيه هذه. بون نعرفوا سيئة الميزانيه صارت معناتها واقع اليوم ميزانيه ودخلت فايزه تنفيذ. دونك لكن تنجم تكون هناك بعض اجراءات اصلاحيه يعني في الميزانيه التكميليه، والميزانيه التكميليه ما يلزمهاش تقعد لاخر السنه، يلزمها بعض بضع اشهر معناتها نراو شنو هي الامور العمليه اللي تنفذ ذلك. يعني هي بيدها الميزانيه مجبورين يعملوا تكميليه لانه فما برشا حوايج كيف ما الموارد وغيره ما هيش واضحه نهار اليوم، يعني هي حبر على ورق لكن يلزمها تتنفذ. سيد العميد سيد العميد سيد العميد ما فيها باس ان وزاره الماليه تشركنا احنا وبقيه الهيئات المهنيه ولا في اطار اتحاد المهن الحرة اللي تضم 7 عمادات فيها ليزيكسبير كونتابل فيها المحاسبين فيها ليزارشيتيك فيها الاطباء فيها المحامين يعني ما فيها باس كيف يسركوا الكفاءات اللي احنا ما احناش مسيسين وما احناش جايين باش نعملوا السياسه وما احناش جايين باش نعملوا حاجه مع فلان والا ضد فلان، احنا جايين باش نعينوا البلاد هذه بمقترحات عمليه. جوستومون انا في النقطة سي كمال سيد العميد انا باش نسالك في النقطه هذيا. خلينا نقولوا الندوه هذيا مع ثم سلسله ندوات قاعد يقوم بها الاتحاد التونسي للمهن الحره واللي انتم عضو فيه لتفسير الميزانيه هذيا لمنظوريكم لتسليط الضوء على النقاط اللي تمثل اشكال اليوم حقيقه واقع صعيب بالنسبه للشباب الهندسي كما قلتوا للمهندسين بصفه عامه في ظل الميزانيه هذيا، وانهم يتمكنوا من انهم يطوروا العمل نتاعهم من انهم يطوروا الخدمات نتاعهم على اعتبار الضغط خاصة الجبائي المسلط في الميزانية هذه على القطاعات هذه. اليوم هل فما مقترحات؟ هل تعتقدوا أنه قانون مالية تكميلي ياخذ بعين الاعتبار المقترحات اللي ممكن تقدمها ممكن يحل المشكلة هذه ويخلينا نتجاوزوا هالصعوبات هذه؟ والله المقترحات موجودة. احنا ديجا عندنا لقاء ان شاء الله مع وزارة المالية كعمادة مهندسين في القريب العاجل. هي طلبونا على اساس باش نحكيو معاهم، لانه النقطة الثانية يعني ماشي نوضحها لك هي اللي ماشيين من اجلها. يعني بحول الله وقتها نوضحوا لهم برشا نقاط اللي الادارة وقت اللي تخدموا حدا ما تجمش توصل للافكار هذه، لان ما تعرف الظروف الاداره هي ظروف معينه هي يعني تغزر تحت سقيها لا غير. يعني يلزمنا نحسسوها
ونعينوها على باش انها تمشي للافكار اللي بالمجد هي افكار تنمويه اللي هي تطور لنا البلاد. وكما تعرف احنا نجريو على منوال نتاع اقتصاد المعرفه، وهذا مش سهل، هي لي سامبل ارياليزي، لكنه يلزم ظروف تهيئه له. هذايا اللي ماشي نحسوا بوزاره الماليه، ولو ان وزاره الاقتصاد مقتنعه بذلك، لكن وزاره الماليه ما زالت في نظريه كيفاش نلمد الفلوس، يعني الناس مفجوعين كيفاش نلمدوا الفلوس. لكن الاجراءات اللي يعملوا فيها هي بالعكس، هي الفلوس اللي كانت تتلمد قاعده تهرب عليهم. يعني اذا انت نفهمها لك في الجانب الثاني. فهمتني؟ دونك النقطه الثانيه اللي سي اسامه اللي حكينا عليها بالباهي هو حكاية التي في آ اللي تعملت للمهن الحمراء اللي كانت 13% ردوها 19%. هذه كيقول القائل ايش يهمك انت يا مهندسين، التي في آ يعطيها الحريف جست ما يخلصها طالب الخدمة النهائي، مش صاحب الخدمة. يعني انا نخدمت بمليون، كنت نثقل عليك 130 دينار باش نعطيهم ناخذهم من عندك ونعطيهم للقباضة، ماشي نولي نثقل عليك 190 دينار. دونك عملت لك خدمة بمليون، ماشي ناخذ من عندك مليون و190 دينار. دونك يقول القائل ايش يهمني فيه انا المواطن، هو مش صحيح، لأنه هذايا تأثير مباشر يشجع على الاقتصاد الموازي. كيفاش؟ لأنه يعني المواطن الواحد عنده فيلا مش تعمل له بيانو متاع مثلا البيتون ارمي، مش تقول له يلزمك مليون، لما تدفع لي مليون ومية يقول لك ما يا اخي ياسر شنو هو 190 للدولة دي ما ندكلاريوهاش، واخدم لي وخذ المليون متاعك. دونك انا كيف هذا المهندس هذا ما يدكلاري معناتها ما يرضاش، يهرب عليه المواطن ويمشي لواحد اخر، يمشي حتى مش للمهندس، يعني للتكنيسيان سوبيريور، يعمل كوبي كولي على دوسي اخر، يعني يعمل له حاجه باكلي ما هيش يعني مبنيه على قواعد صحيحه. فتني ولا دونك هذايا تخلي الناس انها نظرا للكلفه هذه ماشيه تكثر، وهما يعني المواطن تعرف حالته كيف هي. دونك تولي كانك الدوله تشجع ولا تدس فيهم، يا باش يمشيوا للموازي باش ما يدكلاريوش، او يمشيوا حتى الناس مش ما عندهاش الكاليفيكاسيون تكنيك باش تجم تخدم هكيا، الناس اخرين متعلقين على الخدمه بطريقه غير شرعيه من ديكلاري، يعني كنترا بالعربي. يعني ولينا موازي الدوله تاخذ على المليون 130 دينار، توا تقول له 190، يولي السيد لا يعطيه لل 130 اللي كان ياخذها. لا مش يعطيه ال 190. يعني في بلاصه نجيبوا سامحني سيد العميد، يعني في بلاصه ننظموا القطاع الموازي والاشكاليات اللي قاعد يتسبب فيها اليوم من المهندسين، وندخلوا الناس هذوكم ننظموهم في اطار منظم، وقتها يوليوا يدفعوا جبايه وتولي فما مداخيل اكثر. اللي قاعد نفهم فيه وانه الاجراء هذا نتاع التيفيا حتى اللي كان يدفع ومنظم من المهندسين ومن مكاتب الدراسات اللي موجوده، مش يولي هو بيدو معناتها خلينا نقولوا يهرب اصلا من انه يدكلاري هاك الخدمه هذيك ويخلص عليها الاداه، على اعتبار انه الحريف ما يقبلش. دونك هيت نخدم هيلو، خليني بين قوسين نقولها في النوار، وناخذ فليسيتي وما يتمش ديكلاراسيون نتاعها. وهو كذلك، يعني في الاخر مش يقعد للدوله. كان مشاريع الدوله، يعني الدوله تدفع لك وبعد تقبض الفلوس بتاعها، والا يعني التي في بتاعها كحريف، والا المشاريع نتاع لي بروموتور الموبيليي اللي بعد تالي مش يبيع بالفاتوره الابارتمون نتاعو. فهمتني ولا؟ يعني مش يقعد، كان السيستيم اللي فيه الفاكتيراسيون اوبليغاتوار، مش اوبليغاتوار، هي كل شيء اوبليغاتوار، يعني اللي مجبور يعملها، واضح ولا؟ مجبر رغم انفه يعملها، اللي مش مجبر رغم انفه مش يلقى 20 طريقه وطريقه زايده للتهرب من يعني، لانه هو المهندس ولا اي حرفي ولا اي واحد كيف تطلع له في الجبايه، اذا كان الحرفاوه تهرب عليه يرى كيفاش يجيبهم بطريقه كانت سين او ماشي ترسيل وما يعيشش. يعني هذه هي معناتها الرؤيه، كيفاش انه قاعد صايره قاعد السيستم نتاع الكنترا اللي احنا نسميوها كنترا، مش معناتها انك تجيب سوعه من بلاد البلاد، ما زي بعضه بكلها كنترا. سيستم كونترا كيفاش قاعده
الدولة دون أن تقصد قاعدة تشجع فيه بإجراءات متاع ماشي في بالهم هالموظفين السامين اللي في اللي في وزارة المالية هذوما الإداريين لمد الفلوس ماشي في بالهم أنه اللي فات عمل لك الإجراء هكذا سيئ لمد الفلوس. لا هو بالعكس هو الفلوس اللي كان يلمد فيها ماشي ينقص منها بدون أن يشعر. فهمتني؟ دونك هذه هي المشكلة الرئيسية. حاجة أخرى يا أسامة تو أنت مثلا ناخذوا الكام تاع مواطن عادي ناخذوا مثلا حضرتك تحب تشري ابارتمون باش تسكن فيه بعد عدد سنوات من الخدمه انت ومرتك و تلمد يعلم الله عليك كيفاش تلمد زو الصور دي باش تعمل تمويل ذاتي وتبجي للبنوك على اليمين وعلى اليسار وتقرق بهم باش ياخذوا قرض باش تشري ابارتمون. تو الابارتمون مثلا اللي كان ب 200 مليون تزيد عليه يعني تي في ا معينه توا ماشي تزيد اوكي ماشي تولي في 19% دونك تكبر السعر نتاعو السعر الابارتمون ماشي يزيد يغلى. اون بليس انت كمواطن عادي معناتها الاسعار قاعده تغلى لك على اليمين وعلى اليسار وتزيد السعر الابارتمون يغلى دونك في الاخر ما تجمش باش يتنقص حوايج. شنو اللي ماش تنقصه هو شريان السكن كيف كيف لي زونتربريز وقت عندها تطوير بناءات ولا حتى اللي ما تعملهاش لانه عندهاش الامكانيات يعني بصفه غير مباشره انه زياده في الطول نتاع التي في ماشي يقلص من تدوير الدولاب نتاع الحركه في وسط البلاد يعني تكون الناس تخدم هذا يعني انت مثلا في البني تفهم فيها السيكتور البني معناتها ماشي ينقص لانه سيئ ما بقيتش عندك فلوس باش تجم تشري فتني ولا وان بليس الاداءات زادت كثرت وهذا ريناه في اللي بروموتور ايموبيلي منذ اربع ولا خمس سنين وقت اللي طلعوا لهم التو تي في اظن من 6% اظن من 7% الى 13 ولا حاجه من هكا. دونك وقت اللي بروموتور ايموبيلي كانوا يبيعوا في برشا ابارتمونات ولاو ما يلقاو الشراية توا ولاو دونك ما يبنيوش قليل جدا اللي قاعد يبني وبالتالي ارى قداش من مقاوله وقفت قداش من خدام وقف قداش من مهندس ما ولاش يخدم قداش من اكسبير كونطابل ما ولاش يخدم قداش من محامين يكتبوا الكونتراتوات ما بقاوش يكتبوا والى اخره. العجله الكل تقف يعني فهمتني. دونك يعني ثم بعض اجراءات نتفهم انك تلوج كيفاش تعمل الموارد لكن بالطريقه هذه بالعكس تعقدها على رواحنا على روح الدوله وعلى روحنا احنا كمواطنين لانه الدوله تساوي مواطنين. دونك هذه هي النقط اللي حكينا فيها بالباقي. الحاجه الاخرى بالنسبه لهال تي في مشاريع الدوله هما يخلصوا عن اللي عن البيرو ديتود والبيرو دو كونترول وال شو اسمه من لي توبورا وغيره يخلصوا بقانون من عام 78. تخيل انت تو ليجينير كونسيل ولي بيرو ديتيود يخلصوا من عند الدوله على حسب قانون معمول عام 78 يعني اكثر من 40 سنه. هال 78 هذايا صار قبل عملان التي في وما تحينش لليوم. دونك بيات التي في بيات التي في في الثمانينيات اواخر الثمانينيات وقتها بدات ب 3% قالوا لهم 3% حكايه فارغه برا يا سيدي نقصوهم لكم. دونك يعني كان الدوله التونسيه كانت تعطيه 78 مليون كيف جات التي في 3% قالوا نقص 30 دينار اعطيهم لي قالوا ما يجيش 30 دينار مش مشكله واضح ولا واضح. العام البيادو بعد 3% ولات 6% 3% خري كبسوا عليهم بعد ولات 7% بعد ولات 12 بعد ولا 13 كل مره يزيدوا 9 يا ربي وبعد 12 كل مره يزيدوا بثلاثه بالواحد بحاجه كيما هكا كل مره وهما المهندسين يقول معناتها في التاويل راهو في تاويل القانون لانه منطقيا تعمل اداء جديد يتحملوا الحريف ما يتحملوش اللي كان يخدم هذا القواعد العلميه نتاع اي اداء بصفه عامه في العالم اجمع مش سبيسيفيك لتونس. دونك هنا ولاو لي زانجينيور كونسي توا من 13 يحبوا يكملوا لهم المشاريع الدوله هذا برك يحبوا يطلعوهم ل 19 يعني بعد ما كان ياخذ مليون ينقص قبل كان ينقص عليه 130 دينار يعطيه توا ينقص 190 يولي ينقص 190. بون هنا
بكل صراحة كيف أمس أو لامس بليتو في إذاعة كيف ما حضرت الوطنية ديا حضرت مديرة عامة متاع مالية كيف فهمت النقطة قيناها مش فاهمين مع البال أنت مش متحسين بها جزء وعدتنا في وسط الأسبوع هذا نمشي نتلاقاو مع المديرين العامين متاع الوزارة باش باش نراو طريقة تأويل هيك القانون نتاع 78 واش معناتها باش نطيحوا التيفيا وانما هي تولات 19% ماهيش مش تطيح ولا واضح هي كيفاش التأويل نراو له حل يعني كمان هذه طريقة تتسمى تحسب لوزارة المالية نظرا اللي خذوها بعين الاعتبار وكلمونا على اساس انه بحول الله اليوم ولا غدوه مش يجينا الاستدعاء يعطيونا الموعد اللي مش نتلاقاو فيه واضح كذا يدل حويجه برك بالله اسامه باش بسرعه سيد العميد اقل من دقيقه قاعده ها حويجه باش نكونوا ايجابيين في وسط اللحظه انا في العام 69 وقت التعاضد نتخيلك ماكش مولود مازلت عام 69 وقت التعاوض رانا تأدينا بإزمه كما هذا وقتها أنا في التعليم الابتدائي عام 72 عند ناسي الهادي النوير الله يرحمه ونعمه بجلة الجنة هو ولا وزير أول هو رجل الاقتصاد وزداء وزير مالية وواحد آخره المفيد هو الوزير الأول متاعنا وقت التعاوض كانت نسبة النمو وصلنا إلى إلا 40% نسبة نمو سلبي أي نعم عام 69 إلا نسبة نمو لما تعين سي الهادي نوير الله يرحمه ونعمه بالجنة في ظرف سنة طلع النسبة هذه من إلا 40 إلى بلس 17% يعني تحول بنسبة تقريبا 72 لين قتل هذا يرى في ظرف سنة عمله الهادي نوير الله يرحمه لين قتلك هذا يا تونس ديما هي تونس ما تبدلتش التوانسة ديما نفس العقلية ما تبدلوش ما كانوش اللي قبلنا أذكى منا بالعكس كانوش قارين كيف ما احنا قارين يعني راهو بشوية عزيمة بشوية وعي من الدولة الدونسية وهل اللي يسيروا فيها أساسا هل إدارة كيف ما وزارة المالية وزارة التخطيط والرئاسة الحكومة هذوما بشوية وعي راهو بسهولة ننقذوا تونس في ظرف سنة يعني التجربة موجودة عام من عام 69 إلا 40% وهي أدنى المستويات اللي وصلت لها تونس وهي أقل بكثير أصعب بكثير من وضعنا الحالي في ظرف سنة ولا بلس 17 وهي أحسن نسبة وصلت لها تونس في النمو في تاريخ تونس واضح واضح شكرا لك سيد العميد يعطيك الصحة عميد المهندسين سي كمال سحنون دونك مجموعة من النقاط اللي تحترز عليها مع عماد المهندسين حول القانون المالية وعندهم على قريب جلسة مع وزارة المالية لمناقشة النقاط هذه وإيجاد حلول لتجاوز هالإشكاليات هذه اللي واردة في قانون المالية حسب تقييم وحسب تقييم حتى الخبراء الاقتصاديين هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم في إكسبريس غدوة في نفس التوقيت ونفس الموعد تسويت يكون اللقاء مع أمل هاني من قسم الأخبار في موجز أخبار